السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلاب الأعزاء. الآن إحنا في كورس مادة المراجعة، وصلنا عند النفرولوجي. بدنا نعمل بس هيك مراجعة سريعة على الأناتومي والفسيولوجي، رينال أناتومي أند فسيولوجي سريع، الفانكشن تبعات الكدني، في عندنا البروسس اللي بتتم في الكدني بشكل رئيسي، الكدني أناتومي هيك سريعة نعملها مراجعة سريعة، الأجزاء الأناتوميكال ستراكشر تبعون الأناتوميك ستراكشر تبع الكدني، ونشوف شو هو الأشياء المهمة تبعته. نيجي لأول نقطة اللي هي نقطة الفانكشن أوف ذا كدني، في عندنا اللي هو هوميوستازس. الهوميوستازس من ناحية إيش؟ اللي هي التوازن. هوميوستازس معناها البالانس. أنو بالانس اللي مسؤول عنه؟ مسؤول عن الأسيد بيز بالانس، مسؤول عن الفلويد بالانس، مسؤول عن الإلكترولايت بالانس. جسم الإنسان البي اتش تبعه بظله ضمن النورمال رينج 37 47، الاس سي او 3 بظله ضمن النورمال رينج اللي هو اراوند ال 24، الاتش بلس بظله ضمن النورمال رينج. كل هاي مين يتحكم فيها؟ الكدني طبعا عن طريق الابزوربشن والاكسكريشن لهي الاشياء زي الاتش سي او 3 زي الاتش بلس. الفلويد كمان جسم الانسان لازم يكون فيه ايفن فلويد بالانس، وما يكون اللي هي بوزيتيف فلويد بالانس ولا نيجاتيف فلويد بالانس. هذا كله بيجي في الباثولوجي. في عنا الكترولايت بالانس كمان. جسم الانسان البوتاسيوم عنده نورمال والصوديوم عنده نورمال. ليش؟ بسبب اللي هي البالانس الموجود في الكدني، انها بتحافظ على الليفل تبع الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم والكالسيوم ضمن النورمال رينج. هسه لذلك لما يصير عندي انا رينال باثولوجي بصير عندي اختلالات في الالكترولايت، اختلالات في الاسيد بيز بالانس، اختلالات في الفلويد. بصير عندنا ايديما مثلا، بصير عندنا ميتابوليك اسيدوز هاي انجاب، بصير عندنا مثلا هايبركاليميا. هاي كلها اشياء بدنا نعرفها. اندوكراين كمان بتتحكم في الاندوكراين. الكدني بيتم فيها انتاج الدي 3 اللي هو فيتامين دي 3، بتصير له اكتيفيشن، بتصير له اكتيفيشن للدي 3 اكتيف دي 3 اللي هي 1.25 دي هيدروكسيكوليك سيفرول. في عندنا الايبو اللي هو عباره عن إيروبروتين يتم انتاجه في الكدني، والرنين كمان يتم انتاجه في الكدني. الرنين هو مسؤول عن الاكتيفيشن اوف راس رنين انزيم الجسترون سيستم. في عندنا ديتوكسيفيكيشن طلابنا بيتم في الكدني. في عندي ديتوكسيفيكيشن اوف ذا بلاد and excretion of the waste product. هسه المواد ال water soluble بتم الاكسكريشن لها، ال waste ال water soluble يتم الاكسكريشن له عن طريق الايش؟ عن طريق الكدني. الميتابولايت تبعون الدراج ال water soluble كمان يتم الاكسكريشن لهم عن طريق الكدني. فهي مهمه جدا المعلومه، لابد ان نكون عارفينها. ننتبه هنا طلابنا بخصوص البروسيس اللي بتم بالكدني، تطلعوا فلتريشن، هذا بتم في الجلوميرولاي. هسه راح اوريكم اياها الجلوميرولاي. في عندنا هذا اول بروسيس. في عندنا كمان 3 بروسيس اللي هم ري ابزوربشن and secretion and excretion. هذول بتم في التوبيول، هذول بتم في التي يعني في التوبيول. اما في الهيمرولاي بتم فلتريشن. الريابزوربشن بتم بشكل رئيسي في منطقه البروكسيمال كونفليت تبيول، السكريشن بتم بشكل رئيسي في منطقه الدستال كونفليت تبيول، الاكسكريشن بتم بشكل رئيسي في منطقه الكولكتنج داكت. هسه راح نوريك الصور، هيها منطقه الكولكتنج داكت طلابنا، هاي بتم فيها الاكسكريشن مينلي. الدستال كونفليت تبيول بتم فيها مينلي السكريشن، البروكسيمال كونفليت تبيول بتم فيها مينلي الابزوربشن او الري ابزوربشن، واللي احنا ميرولاي هون بتم فيها الايش؟ بتم فيها الفلتريشن. ارجوك ركزوا على هاي النقاط، اسالوا عنها بالامتحانات بشكل كثير بشكل كثير. طيب هسه لو بدنا نحكي عن طلابنا الاعزاء، لو بدنا نحكي عن الكدني انا فهمت هيك سريع. الكدني ريسيف 25% من الكارديك اوتبوت. الكارديك اوتبوت عباره عن 5 لتر في بير مينت، 5 لتر في الدقيقه. هذول 5 لتر في الدقيقه 20 25% بروحوا للكدني. 20 ل 25% بنحكي تقريبا من لتر الى قد الى لتر، من لتر الى لتر وربع تقريبا، لتر الى لتر وربع بروحوا للكدني. بس ركز، هذا بروحوا للبوث كدنيز، البوث كدنيز مش للوان كدني، البوث كدنيز. هسه انت طلب من انه هو الكدني عباره عن ريترو بريتونيال اورجان، الليفل تبعها بين التي 12 والال 3، بين التي 12 والال 3. القياس تبع الكدني 12 سنتي الطول، 6 سنتي العرض، و3 سنتي السمك. مهم جدا 12 6 3، 3 سنتي الثيكنس، 6 سنتي العرض الويدث، و12 سنتي الهايت طولها. هسه مهم جدا اذا الطول الكدني صار اقل من 9 سنتي، هذا ديفينيشن اوف ذا احد الديفينيشن تبع الكرونيك كدني ديزيز. هاي مهمه جدا، لابد احنا نكون عارفينها، بيسالوا عنها كثير في الامتحانات هاي النقطه، فارجو انكم تكونوا فاهمينها لانها تيجي في الامتحانات. طيب هسه لو حكينا طلابنا عن البعديها، في عندي الفانكشن اللي تبع الكدني شو اسمه نفرون. هسه راح نحكي شو الاستراكشر تبع النفرون. بلود سبلاي للكدني عن طريق الرينال ارتري، الرينال ارتري بيطلع من الاورطه، من الابدومن للاورطه. في عندنا النفرون، شو الاجزاء الموجوده بالنفرون؟ طلع هون هي الكدني طلابنا، هي اليوريتر، هذا عباره عن بنسميه احنا الحالب. هون عبارة عن اليورين البلدر المثانة، هون عبارة عن الحليل اليوريثرا، هذا عبارة عن غدة البروستات. هالكدني لاحظوا الكدني في إلها كورتكس القشرة، وفي إلها الميدلا، في حوالين الكورتكس في عنا الكبسول هي رينال إيش كبسول. هون هاي الرينال كبسول اللي تجمع فيها اليورين بسموها درو نيفروزس. هسا في عنا المنطقة اللي بتوصل ما بين الميدلا وما بين اليوريتر بسموها كايلس، اللي هو حوض الكلى، حوض إيش الكلى.
بس لو اخذت انا جزء من الكدني، اخذت جزء هيك من الكدني واجيت كبرته، اخذت جزء واجيت كبرته، شو راح يطلع لنا؟ يطلع لنا مظهر النفرون. بس النفرون هو يمثل ماذا؟ يمثل هو الفانكشن يونت الكدني. مكونات النفرون زي ما انتم ملاحظين هنا في عندنا جلاميرولاي، هيها في عندنا جلاميرولاي. الجلاميرولاي هي عباره عن تف اوف كابيلاري، عباره عن تجمع من الكابيلاري. في كابيلاري داخله بسموها افيرنت ارتريول، اي افيرنت ارتريول. في عندنا كابيلاري طالعه بسموها افيرنت ارتريول. والدم هون بصير له فلتريشن في عن طريق هون في عندنا اللي هو كبسول اسمها بومن كبسول. البومن كبسول هاي بتجمع اليورين، البرايمري يورين، ها بسموه برايمري يورين، وبنزل وين؟ بروزل في التوبولر سيستم. التوبولر سيستم في عندنا بروكسيمال كولويد تيبيول، في عندنا اللوب اوفنلي جزء النازل وجزء الصاعد من اللوب اوفنلي، بعدين في عندنا الدستر كولويد تيبيول عباره عن الانابيب الملتويه البعيده، البروكسيمال كولويد تيبيول الانابيب الملتويه القريبه، في عندنا اللوب اوفنلي اللي هي التواء هنلي، وفي عندنا الكولكتيف داكت اللي هي القنوات الجامعه. انتبه لهي النقطه، حوالين هذول التيبيول في عندنا فيزل، هذول الفيزل بسموهم اللي هم فازاريكتا. فازاريكتا هسه سريع بس نحكي هيك، الهلاميرولاي الترا فلتريشن هذا بسموه برايمري يورين، كميته بتكون اذا كان الفلتريشن طبيعي، كميه الفلتريشن الطبيعي اللي هي تقريبا 100 ml per minute 100 ml بلاد بير مينت. هذا الفلتريشن الطبيعي، الجي اف ار الطبيعي، جي اف ار الطبيعي اللي هو 100 ml بير مينت. اذا حسبنا احنا على طول اليوم، على طول اليوم على 24 ساعه ضربناها ضرب 60 دقيقه راح تطلع لنا اللي هي راح تطلع لنا 6000 اللي هي 6000 6000 يعني 6 لتر في في الساعة. إذا حسبناها على 24 ساعة تطلع 180 لتر، فهي ننتبه لها على 24 ساعة تطلع 180 لتر. من هذول ال 180 لتر فقط بطلع عندنا تقريبا لتر ونص اللي هو من الـ هذا البرايمري يورين بطلع منه فقط هنا، السكندري يورين أو الفاينل يورين بطلع فقط من لتر ونص إلى لترين، لتر ونص إلى قديش؟ إلى لترين، اللي هو يمثل 1% من أصل ال 180 لتر هذولا. ليش هذول بيطلع بس 1% بيطلع؟ لانه بصير له عمليه ري ابزوربشن، انتبهوا لها، بتتم في التوبولر سيستم. في عندنا البروكسيم كولويد تيبيول ري ابزوربشن اوف ذا جلوكوز بنسبه 100%، ووتر بنسبه تقريبا 70%، ان اي سي ال بنسبه عاليه، اتش سي او 3 بنسبه كبيره كمان. السكريشن اوف اتش بلس كمان بتتم في البروكسيم كولويد تيبيول. في عندنا ديوريتك بيشتغل على البروكسيم كولويد تيبيول، مين هو؟ اللي هو اتسيتازولامايد، اي اتسيتازولامايد هي طلعوا اتسيتازولامايد، هذا بيشتغل على البروكسيمال كولويد تيبيول مينلي عن طريق الكرب انهيدريز انهبيتر، بيعمل انهبيشن للكرب انهيدريز. في عندنا اللوب اللي في جزء النازل وجزء الصاعد، الجزء النازل ميزته انه شو ماله؟ انه بيرميبل للووتر، بيرميبل للووتر بصير له يعني بصير له ابسوربشن للووتر فيه. وفي عندي جزء الصاعد، هذا الجزء الصاعد بيرميبل للالكترولايت، بيعمل ابسوربشن للكلورايد للبوتاسيوم والصوديوم. هنا في عندنا ديوريتك بيشتغل على جزء الصاعد اللوب اللي هو لوب ديوريتك، لوب ديوريتك زي الفراسيمايد اللي بركزوا عليه، اللي هو ري ابزوربشن اوف ذا ووتر في الجزء النازل من اللوب الفلي، والجزء الصاعد ري ابزوربشن لصوديوم كلورايد وبوتاسيوم، هذا شيء طبيعي. الديوريتك بيشتغل على هذا الجزء، الجزء النازل هو الاوسموتيك ديوريتك، هي اوسموتيك ديوريتك اللي هو المانيتول، الجزء النازل هو المانيتول ام مانيتول، والجزء الصاعد اللي هو الفراسيمايد، ارجوك ركزوا عليه، الفراسيمايد او البومنتانايد مثلا، كل هذول عباره عن او التراسيمايد عباره عن ادويه لوب ديوريتك بيشتغل على الجزء الصاعد من اللوب الفلي. في عندنا اللي بيحملوا بلوكج على الصوديوم بوتاسيوم كلورايد شانل طبعا. في عندنا الدستال كونفوليت تيبيول، في عندنا اللي هو سكريشن اوف ذا اتش بلس، سكريشن اوف ذا بوتاسيوم اند كالسيوم بيتم في منطقه الدستال كونفوليت تيبيول. الالستيرون ريسبتور موجود في الدستال كونفوليت تيبيول، في ابزوربشن للصوديوم والكلورايد والكالسيوم والووتر اند اتش سي او 3. مين الديورتيك اللي بيشتغل على الدستال كونفوليت تيبيول؟ هو الفيزايت طبعا. وفي عندنا الالستيرون انتاجونست اللي هم زي السبارين الكترون. الكولكتنج داكت اللي هو الاي دي اتش ريسبتور موجودين في الكولكتنج داكت اللي هو الاي دي اتش ريسبتور، نركز هيهم اي دي اتش ريسبتور. وفي عندنا الري ابزوربشن اوف ذا صوديوم كلورايد ووتر اند بوتاسيوم اند اتش سي او 3. وفي عندنا سكريشن اوف ذا يوريا اند امونيا بتتم في الكولكتنج داكت. مين هو الديوريتك اللي بيشتغل على منطقه الكولكتنج داكت؟ اللي هو بوتاسيوم سبيرنج ديوريتك زي الاميلورايد، زي تراي امترين، زي السبارنولاكتون اولسو. هاي ننتبه لها. هذا مراجعه سريعه كانت للايش؟ للكدني، للنفرون. لابد ان نكون عارفينها. لاحظوا هنا مره اخرى هي الكدني، الكدني زي ما حكينا الليفل تبع الكدني بيكون الليفل تبع الكدني، اذا حطيت الليفل تبع الكدني هي لاحظوا الرايت كدني، الرايت كدني بتكون ات لور ليفل ذان الليفت كدني، الليفت كدني اعلى. ليش؟ لانه في عندنا الليفر موجود على الرايت سايد، فبخلي الرايت كدني شويه اوطى الليفل تبعها من الليفت كدني. الليفل تبع الكدني زي ما حكينا اللي هي من تي، كانت مكتوبه هون اللي هي من تي 12 الى ال 3، تي 12 ال 1 ال 2 ال 3، هذا الليفل تبعها اللي هي تي 12، تي 12 من ناحيه الاناتومي الى ال 3. ننتبه طلابنا مكوناتها في ان زي ما احنا شايفين هون في عندنا كورتكس، هاي المنطقه كورتكس اسمها، المنطقه هاي اسمها اللي هي ميدلا. في عندنا الرينر زي ما احنا شايفين رينر فين، وفي عندنا رينر ارتري، رينر ارتري بيطلع من الابدومن الاورطه، والرينر فين بصب في الانفيريور فينا كافا. في عندنا زي ما احنا شايفين الكاليس، هذول الكاليس، في عندنا ميجر كاليس وماينر كاليس، هذول بسموهم ماينر كاليس،
minor callus وفي عندنا هون الميجر كاليسس. ميجر ايش كاليسس؟ هون عندنا الهايلم، هذا بسموه هايلم اوف ذا كيدني. في عندنا اليوريتر زي ما احنا شايفين، هذا هو اليوريتر هذا كله بسموه رينال هايلم، اللي هو فيتو رينال فين، فيتو رينال نيرف، فيتو رينال ارتري، فيتو حتى كمان اليوريتر. فهذا كله نعرفه. بين الكورتكس، هاي هي منطقه الكورتكس زي ما حكينا، هاي منطقه المدلة، هاي كلها المدلة، هاي المدلة. وفي عندنا اللي هي زي ما احنا شايفين اللي حوالين الكدني، في عندنا كبسول هي رينال كبسول، اللي هي في عندنا رينال كبسول، هاي بسموها رينال ايش كبسول، هاي رينال كبسول. ارجو ننتبه لهاي النقاط. هون زي ما احنا شايفين التوبيول واجزاء، هذا اللي حكينا في عندنا الكلاميرولاي، هاي الكلاميرولاي، الكلاميرولاي زي ما احنا شايفين. في عندنا اللي هي بروكسيمال كولويت تبيول، هي البروكسيمال كولويت تبيول ريسبوندينج فور ريابزوربشن اوف ذا نوتريانت فروم ذا فلتريت نون از اتوبولار تبولر فلويد بنسميه. طيب في عندنا منطقه بعديها منطقه اللوب فلي، اللوب فلي له جزئين، جزء النازل جزء الصاعد، هي السندنج لوب فلي. وفي عندنا السندنج لوب فلي هذا بسموهم اللوب اوف هنلي. بعدين في عندنا الدستر كولويت تبيول زي ما احنا شايفين، هي الدستر كولويت تبيول. وبعدين في عندنا منطقه الكولكتنج دكت، منطقه الكولكتنج ايش دكت. واضح النقطه ولا لا؟ هاي بدنا ننتبه لها نعرفها. طيب هسه زي ما احنا شايفين يعني في عندنا اشياء، لاحظوا انه في عندنا بصير لها عمليه فلتريشن بتتم هون، عمليه الهلمرولاي لاحظ فلتريشن. في عندنا عمليه اللي هي ري ابزوربشن بتتم، لاحظوا في بروكسيمال كولكتيف بتصير عمليه الري ابزوربشن، عمليه الري ابزوربشن. وفي عندنا عمليه كمان، في عندنا اللي هي ووتر ري ابزوربشن بتتم منطقه بروكسيمال كولكتيف تبيول، اند سولت كمان ري ابزوربشن بتتم منطقه البروكسيمال كولكتيف تبيول اولسو. في عندنا اللي هي لاحظوا اللوب فلي جزء نازل منها بصير لها عمليه برميبل للووتر، بصير عمليه ري ابزوربشن للووتر. والجزء الصاعد برميبل للالكترولايت، بصير عندنا ري ابزوربشن للالكترولايت. هذا بسموه كاونتر ريكرنت ميكانيزم، كاونتر ريكرنت ميكانيزم. طيب هسه نوقف من هون، هيك خلصنا مقدمه الاناتومي والفسيولوجي تبع الكدني. اتمنى تكونوا استفدتوا، نتقابل ان شاء الله في محاضرات قادمه باذن الله.